حافظ المريخي رقم البطاقة الوطنية E95706 من ضحايا سنوات الجمر والرصاص. عندي ملف لدى هيئة الإنصاف والمصالحة عدد 8466 ومقرر تحكيمي نهائي 73-57 القاضيين بالتعويض وإعادة الاعتبار عما لحقني من أضرار مادية ومعنوية ونفسية وتأهيلي صحيا وتسوية وضعيتي الإدارية والمالية بوزارة الطاقة والمعادن التي أنتسب إليها من خلال عقدتين اثنتين من 8 سنوات لكل واحدة، إضافة إلى مطالبتي بمعاش الزمانة لكوني أصبت إثر الاعتقال والتعذيب الذي مورس علي بعجز جسدي دائم IPP دو 45% 45%. علاش تنقول معاش الزمانة؟ لأن كاين واحد القانون 71.011 وبالضبط من الفصول 25 إلى 30 والصادر 30/12/71 والمتعلق بالمعاشات المدنية اللي تيقول بأنه في حالة إلى وصل العجز الجسدي 25% فما فوق فالمصاب يستفيد من معاش الزمالة. حصلت على 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 مقرر تحكيمي من هيئة الإنصاف والمصالحة تنتسنى فيها من بين التوصيات اللي عندي فيها التسوية الإدارية والمالية. التسوية الإدارية والمالية أنا تنتسنى باش نتسوى لي الوضعية الإدارية والمالية بوزارة الطاقة والمعادن اللي تنكرر أنني عندي معها جوج ديال العقدات. تيجي المجلس الاستشاري لحقوق الانسان وهاد الناس اللي كاينين في الاداره تما تيقولوا بانه خصني نسوي التسويه الاداريه في المكتب الشريف في الفوسفات، وهي لا ماشي هكاك، لان العقده هادشي اللي فيها الشيء اللي تيجعل لان حتى لدابا وزاره الطاقه والمعادن تطلبني بتاديه ما قيمته 9067.50 اضافه الى الضعيره فيما يخص كتعويض على 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 التكوين على مصاريف التكوين. وزارة المالية كذلك تصفت لي هذه المسألة. الغريب في الأمر هو أن وزارة الطاقة والمعادن اللي ما بغاش تنفذ لي هي تتلحقني بوزارة بالمكتب الشريف للفوسفات في 15 مارس 82 شوية تجي ما تنطلب لها شهادة إدارية تلقى تعطيني شهادة إدارية بأنها قال لك طردتني في مارس 81 وهو تيبان بأننا تزوير باين وواضح. أنا هادشي كله موثق، عندي وثائق يعني وثائق تدل على هادشي. هذا فيه تناقض. تجي وزارة المالية تصيفط لي حتى هي نخلص المصاريف ديال 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 التكوين لدى وزارة الطاقة والمعادن. وزارة الوظيفة العمومية هي بنفسها تتصدر في حقي المنع من التوظيف. لما تنصفت لها داك الورقة ديال الإلحاق اللي فيها 15 مارس 82 تيصلحوا الوضع. البنك المغرب هو الاخر تيدخل لي لو كونط بونكير ديالو تيلقى واحد لاصوم شي 1800 وشي حاجه
وتلقاو تيد فيها، يعني ان الفوضى كاينه في هذه البلاد. الملك المغرب تيقول في الخطابات ديالو بانه الصلح مع ضحايا سنوات الجمر والرصاص. انا قبلت الصلح ضمن الضحايا كاملين، انا قبلت الصلح، ولكن التسويه الاداريه خصها تسوى، ولما تسوى كاينه عندنا المسطره ديال الوزير الاول لحكومه التناوب اللي تيقول فيها، هذيك المسطره تيقول فيها الوزير الاول لحكومه التناوب الطريقه كيفاش تسوي، والتسويه خصها تكون ابتداء من تاريخ الاعتقال والطرد الى يومنا هذا، وتعتبر هذيك 71011 هي الرقم ديالها، ودارت في 1999 واللي تبناها وسطرها هو الوزير الاول لحكومه التناوب السي اليوسفي. انا لحد الساعه من 2008 من 16 اكتوبر 2008 ونحن نعتصم مرات وكما نقوم باضراب عن الطعام مرات اخرى، والاداره اللي هي المجلس الوطني لحقوق الانسان مغزز علينا القنبه، ما بغى يدير معنا والو، وتتناقض مع ما جاء في الخطابات الملكيه، تتناقض مع ما جاء في الخطابات الملكيه. ودابا الغريب في الامر هو ان الممثلين ديال المجلس الوطني لحقوق الانسان جاو تيخاطبوني قالوا لي زكينا معك في الفوسفات، درنا معك الفوسفات، انت ما بغيتيش سير للمحكمه. وهي هنا تيبان بان عدم الكفاءه ديال هاد الناس اللي تيجيو تيتحاوروا معايا، لان الجريده الرسميه اللي تخلقت على اثرها هيئه الانصاف والمصالحه تتقول في احد الفصول بان هناك تسويه اداريه غير قضائيه، بجوج مرات تتقال كاينه في الخطابات الملكيه ديال 2006 وديال 2004 سميتو كذلك. فاذا كان ملك البلاد تيعطي الاوامر ديالو وتيطالب بالمصالحه، بغى المصالحه باش المغرب يزيد، فهاد الادارات ما فهمتش. انا كنت نعرف بان الخطابات الملكيه تعتبر بمثابه ضهائر تناقش وتنفذ ولا تناقش. حنا هنا تنشوفوا بان هاد الناس هادو لا يعتبرون حتى شي حاجه. سمح لي دابا ما يمكنش ملك البلاد تيقول حاجه وهاد الناس هادو تيقولوا حاجه، وحنا راه غادي حنا مستعدين جيسكا لامور، راه ما غاديش نتفرقوا مع هاد الادارات هكا. حنا يكفينا حنا ان ربحنا الخطابات كدليل، والتسويه الاداريه هي اما ان تكون بوزاره الطاقه والمعادن او لا تكون. حتى الرسائل الملكيه اللي داروا المؤتمرات الحقوقيه عبر العالم كانت ديما تصب في هذا الباب. شكرا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.